تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدى، أقامت وزارة شؤون الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق المهرجان الشبابي العالمي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي ينطلق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، حيث أن تنظيم المهرجان العالمي يعزز الخطوات المتتالية التي أنجزتها المملكة في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وخلال المؤتمر تمت الإشارة إلى استضافة نخبة من الشباب البحريني والعالمي في هذا المهرجان، ومن المؤمل أن تشارك فيه 90 دولة عالمية بهدف تطوير الشباب ومنحهم فرصة الارتقاء بمجتمعاتهم وتحسين حياة ندرائهم من الشباب حول العالم. هذا وتتمحور فكرة المهرجان العالمي نحو تقديم حزمة كبيرة من البرامج من أجل نشر الوعي بين الشباب بأهمية أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة من أجل التغيير نحو الأفضل. طبعا هو المهرجان الأكبر والأول من نوعه اللي يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن شاء الله يعني بيكون تحت رعاية جلالة الملك. في 17 فعالية خلال هذه البرنامج بنقيمها يخدم 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. بيكون افتتاح تاريخ 22، وبعدها بتبتدي البرامج كلها إن شاء الله. بنبتدي في المؤتمر الشبابي الدولي بيكون تاريخ 23-24. عندنا تاريخ 25 برنامج 100 موجه بيقدم سمو الشيخ ناصر بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بتكون بالتعاون مع وزارة الشباب. طبعا عندنا برامج أخرى على هامش هذا المهرجان، ولكن بعد هذه البرامج تخدم أهداف التنمية مثل ما ذكرنا. في مهرجان جماهيري بيكون للعموم مفتوح في مدينة عيسى الرياضية، كذلك في برامج ترفيهية وكذلك في برامج تخدم هذه الأهداف.